بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. برحب بكم مستر حامد البيومي في شرح فكر الدرس جديد لأول مرة في منهجنا موجود في الوحدة السابعة، اسمه الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي. يعني إيه مستر الوسط الحسابي وإيه قانونه وطريقته ونجيبه إزاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال سياق درسنا اليوم وأفكار كل الوسط الحسابي. ولكن تعال أقول لك معلومة في المقدمة، لو ولد امتحن املا على مدار 3 شهور او 3 مرات، جاب في المرة الاولى 3 وجاب في المرة التانية 4 وجاب في المرة التالتة 5، تمام. طب انا عايز اعرف هو شاطر في الاملا ولا لا، ولا خايب، نعمل ايه؟ قال لك نشوف الثلاث درجات اللي جابهم ونجمعهم ونقسمهم على عددهم، مرة 3 مرة 4 مرة 5، اجمع الثلاثة يبقوا 12. طب اقسمهم على 3 مرات اللي هم عددهم يطلع 4، يبقى متوسطه 4 درجات. يبقى انا قدرت اكون فكرة عن الولد ده شاطر ولا خايب ولا متوسط. يجي واحد اشطر مننا يقول هو مش جاب 3 وجاب 4 وجاب 5، اقول له اه، يقول لي مادام 3 اعداد متتاليين يبقى المتوسط الوسطاني، يبقى الوسط الحسابي 4. طب قانونه ايه؟ مجموع القيم على عددهم. طب له افكار؟ ايوه، في المسائل الحسابية وكمان مسائل على خط الاعداد. يلا نروح للدرس ونعرف كل افكار الوسط الحسابي او المتوسط الحسابي مع مستر حامد البيومي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولاد ناخد فكرة جديدة في منهجنا الوسط الحسابي او المتوسط الحسابي. الوسط الحسابي يا جماعة هو احد مقاييس النزعة المركزية، ولما يقول لي مقاييس النزعة المركزية يعني بتتجمع حول مركز المجموعة. زي مين؟ الوسط الحسابي والمنوال وكمان الوسيط. والوسط الحسابي يا ولاد ده المركز بتاع قيم المجموعة، والقيمة اللي بتتجمع حواليها قيم المجموعة بنصيب متساوي. اللي انا قلته ده تعريف الوسط الحسابي. طب في تعريف تاني؟ ايوه يا مستر، ممكن يجي بشكل تاني، وجايب لك التعريفين وكاتبهم لك شكل جميل عشان تعرف تذاكرهم. هو احد مقاييس النزعة المركزية، ويكون مجموع المسافات بينها وبين القيم الاكبر منها قد مجموع المسافات بينها وبين القيم الاصغر منها. لا يا مستر مش فاهم دي، تعال وانا فاهمك على خط الاعداد. الشكل اللي قدامنا بيمثل خط الاعداد. مين مركز المجموعة يا جماعة؟ مين السنتر؟ العشرة هي مركز المجموعة. عرفت منين؟ دي بتتوسط المجموعة تماما، والنقاط اللي على يمينها شبه النقاط اللي على شمالها. مش بس كده، لو عديت المسافات تعال كده نشوف النقاط الحمراء اللي على اليمين، هتلاقي دي ودي بس. طب عد كده من ال 12 تبعد عن ال 10 كام وحدة؟ هتلاقي ادي 1 ادي 2، يبقى تبعد وحدتين. طب نيجي نعد نقطة ال 14، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، يبقى تبعد 4 وحدات. يبقى ال 12 تبعد وحدتين، ال 14 تبعد 4 وحدات. طب اجمع الاتنين دول سوا يبقى تلاقي المسافة 6 وحدات كاملة. بين الجانب الأيمن اللي هو القيم الأكبر من 10 وبين مركز المجموعة الوسط الحسابي اللي هو 10. طب تيجي ناخد الجنب الشمال، يلا هتلاقي هنا 8 وتلاقي هنا 6. التمانية تبعد كام وحدة؟ عد معايا، أدي 1 أدي 2، تبعد وحدتين. طب ومن عند الستة أدي 1 أدي 2 أدي 3 ادي 4، 4 وحدات. طب اجمع الاتنين هتلاقيهم برضو 6 وحدات. اهو ده معنى التعريف التاني يا جماعة. مجموع المسافات على اليمين بالنسبة لمركز المجموعة نفس مجموع المسافات على الشمال بالنسبة لمركز المجموعة. علشان كده ده مفهوم وده مفهوم، اهو ده مركز المجموعة او الوسط الحسابي. طيب يا مستر حامد، الوسط الحسابي حسابيا له قانون؟ قانون جميل جدا، نشد شرطة كسر. مجموع القيم على عددهم كم عنصر؟ طب اديني مثال يا مستر عشان افهم من عيني. اوجد الوسط الحسابي للاربعة وللستة. ولد مثلا جاب في الاملة 4 من 10 وجاب في الشهر اللي بعده 6 من 10، فانا عايز اعرف مستوى العام
الولد ده متوسطه كام؟ او كلمة متوسطه دي اللي هي الوسط الحسابي، نشد شرط الكسر، مجموع القيم على عددهم، نجمع القيمتين الاربعة زائد الستة ونقسم على الاتنين، الاتنين لانهم قيمتين، 10 على الاتنين يبقى الوسط الحسابي 5. طب واحدة كمان، السبعة والتسعة والحداشر، ولد جاب ال3 درجات دول. طب انا عايز اخد عنه فكرة عامة، هو شاطر ولا خايب ولا متوسط؟ يبقى نجيب الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم. طب هنجمع فوق مين؟ السبعة زائد التسعة زائد الحداشر. طب هم كم قيمة؟ 3. دايما تجمع السهل، مكونات العشرات 11 و 29 وكمان 7 27، 27 على 3 فيها 9، اهو ده الوسط الحسابي. 15 8 8 0 9. نجيب الوسط الحسابي ازاي؟ نكتب القانون مجموع القيم على عددهم ونشد شرط الكسر ونجمع القيم، 15 زائد 8 زائد 8 زائد 0 زائد 9. طب عدهم تلاقيهم 5 قيم، وده بيفسر لك ليه مستر حامد كتب الصفر مع ان ملوش تأثير في الجمع علشان محسوب قيمة. جميل جميل، يبقى نقسم على 5، نقسم على 5، يلا نجمع السهل، 8 و 8 16، 16 و 9 25، وكمان 15 يبقى 40، 40 على 5 فيها 8، يبقى الوسط الحسابي 8. يبقى المستر كتب العنوان وكتب القانون وعمل الطريقة وطلع النتيجة، ويلا نشوف لو كانت المسألة هندسية وفيها شكل، الشكل ده بيمثل مين؟ بيمثل خط الأعداد. طب الوسط الحسابي نجيبه ازاي؟ ندور على العمود الرأسي اللي الجنب اليمين شبه الجنب الشمال تماما. مين يا جماعة هو؟ برافو عليك اللي قال، العمود بتاع ال 18 يا مستر. بص على شماله تلاقي 3 وهنا 2، بص على يمينه هنا يمينه هنا شماله تلاقي دي 3 ودي 2، ده الجنب الشمال والجنب اليمين متشابهين، كأن ده خط تماثل زي المراية. يبقى الوسط الحسابي 18 بالدرجات. طب هنا بيمثل عدد ساعات القراءة في الأسبوع، يا ترى تحت العنوان عدد الساعات. طب نجيب الوسط الحسابي ازاي؟ ندور على الخط اللي كأنه خط تماثل، خلى الجنب اليمين زي الجنب الشمال، مين هو؟ أقول له 3. ليه؟ لأن لو بصيت على اليمين تلاقي نقطة هنا ونقطة هنا، ولو بصيت على الشمال نقطة هنا ونقطة هنا، يعني كأنه قسم الشكل إلى جزئين متماثلين. يبقى الوسط الحسابي 3 لأنه مركز المجموعة، ويقال عليه رياضيا نقطة التوازن. آدي تدريبات الوسط الحسابي حسابيا وعلى خط الأعداد، وآدي التعريف المهمة اللي لازم نعرفها ونحفظها، وآدي مجموع المسافات قبل وبعد اللي لازم نفهمها. يا رب أكون وفقت في توصيل الفكرة للوسط الحسابي، وتقدر تتابع حل تام وشامل وكامل لجميع التمارين وكل الأفكار في قائمة تشغيل حلقات رياضيات الصف السادس، بالإضافة لسنة تالتة ورابعة وخمسة وستة وأولى إعدادي، كل ده على قناة روائع البيومي. وما تنساش تطبيق مستر حامد البيومي، تقدر تذاكر من خلاله شرائح الدروس والمذكرات البي دي إف والاختبارات التفاعلية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.